في القمة هامتها، واليوم العرس السعودي، اليوم الوطني 90 تحت شعار همة حتى القمة. نحتفل اليوم مع كل الوطن العربي تحت شعار همة تحت القمة، ومملكتنا الغالية، سعوديتنا الغالية. نرجع لكم من جديد مستمعينا عبر البث المشترك من إذاعة بانوراما في أم من السعودية، وأيضا من مصر زميلنا تامر من إذاعة نجوم أف أم، وزميلنا إيلي أيضا من راديو دلتا. هاليوم موحدين كلنا تحت شعار حب الوطن، مشاعر متبادلة بين السعوديين وأكيد أخوتنا وأشقتنا وأشقائنا من الوطن العربي. انضم معنا نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان عاصي الحلاني اللي طبعا لطالما اتحفنا وتغنى بالأغاني الوطنية الجميلة، وغنى مملكة الحب يا موطن السلام، مملكة الحب قد شفاني الهيام. اليوم معنا ينضم الفنان عاصي الحلاني لنحتفل بهذا اليوم الجميل مع مساك الله بالخير أستاذ عاصي. مساء الخير سادي، سعد مساكي ومساء كل المستمعين بالسعودية وبكل المنطقة العربية، سعد مساكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عاصي، أنا طبعا حابة أرحب فيك كسعودية ومن المملكة العربية السعودية، الكل طبعا يرحب فيك، ومن لبنان زميلنا إيلي من راديو دلتا. وأيضا بدي أكد على كلامك أنه هي الفرحة عربية مش بس سعودية. صحيح، يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك معنا أستاذ عاصي. ننتقل إلى إيلي من بيروت معنا من راديو دلتا. أستاذ عاصي أهلا وسهلا فيك بأبسنا المشترك بين السعودية مصر ولبنان، ومشرفنا أكيد أنك تكون موجود معنا على راديو دلتا. مساء الخير ومساء كل المستمعين، ميرسي. سبق وجهت حضرتك رسالة محبة للمجتمع السعودي بعنوان مملكة الحب السنة الماضية باليوم الوطني السعودي 89، شو عنوان رسالتك هالسنة للشعب السعودي الحبيب بعيده 90؟ أول شيء بدي أتوجه بأصدى التهاني والتبريكات للشعب السعودي الشقيق الغالي على قلبنا، خاصة نحن اللبنانية باليوم الوطني. ومثل ما قلت لشادية أنه هذا اليوم هو يوم وطني عربي إذا بدك، مش بس سعودي، يعني كلنا نفرح لفرح أشقائنا وأهلنا بالسعودية، وبنتمنى دوام الاستقرار والهدوء وراحة البال والازدهار الدائم يا رب للمملكة، وإن شاء الله بنعاد على الشعب السعودي بالخير والبركة وراحة البال الدائمة يا رب. اللهم أمين. تامر كده يبدو أنه عندك كده سؤال. بدي أقوله بس بنعت لك تحية على سؤالك، خلينا على سؤالك. بس أستاذ عاصي بس الخط بيقطع بعد إذنك. تامر سمعنا؟ أنا سامعك. تمام أستاذ عاصي تفضل. بدي أقول أنه مملكة الحب هي كانت عربون محبة بدون شك لأهلنا بالسعودية، عربون محبة باسمي واسم كل اللبنانية، مش بس باسمي لحالي، لأنه مثل ما سبق وقلت أنه العلاقات التاريخية بين الشعب اللبناني ولبنان والمملكة العربية السعودية والعلاقات العائلية وارتباط الدم اللي بيربطنا، هيدا بنشاهد له على مر السنين اللي مرقت، ودائما كانت السعودية السباقة بالوقوف إلى جنب الشعب اللبناني وإلى جنب بيروت ولبنان، وبالأخص يعني مثل ما كلنا بنعرف بالأزمة اللي مرقت ببيروت من حوالي شهر أو شهر ونص بأول آب، فشهدنا وشفنا قد ايه الشعب السعودي كان جنبا الى جنب مع الشعب اللبناني بهالمحنه. فدائما السعوديه كانت يعني حتى باحلك الظروف واصعب الظروف اللي مرقنا فيها في الحرب اللبنانيه، كان دائما السعوديه جنبا الى جنب مع الشعب اللبناني. فهذا اقل ما نقدمه بهيدي المناسبه باليوم الوطني السعودي، انه نبارك ونكون مع اهلنا واحبائنا بالسعوديه بهالفرحة الكبيرة. أكيد الشعور متبادل منا كسعوديين أكيد للشعب واللبناني الشقيق والحبيب. تامر يبدو أنه عندك كده سؤال عايز طبعا تسأله. يعني أكيد معنا أستاذ عاصي ولازم نسمع حاجة صغيرة نحتفل بيها النهاردة مع العرب كلهم اللي النهاردة بيشاركوا الشعب السعودي بالعيد الوطني.
انا ما بدي تضايقش حضرتك اكتفي طبعا. باني باركت من دون، لانه عندي شوي برونشيت ما حقدر اغني، بس يعني وصلت طبعا بتصور مشاعري واحاسيسي من خلال مملكه الحب. بتمنى انه كمان نسمعها نرجع اليوم اكيد من خلال اكيد البرنامج عندكم. اكيد استاذ عاصي، بس انا خليني اختم هالمداخله الجميله اللي سعدنا فيها بوجودك معنا استاذ عاصي. يمكن حضرتك من الفنانين اللي شاركوا في حفلات السعوديه، ابغاك بس تحكي لنا عن تجربتك، كيف شفت الجمهور السعودي، استقبالهم، تفاعلهم؟ رائع 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 الحقيقه. انا عملت حفلات بالرياض وبالدمام والقطيف، يعني للحقيقة الحب الكبير اللي شاهدناه وشفناه لا يوصف، وبالأخص مشكورين يعني إدارة الترفيه على أنه خصوا لبنان بليلة، كانت إذا بتتذكروا بموسم الرياض، موسم الرياض خصوا لبنان بليلة كانت تحية إلى لبنان من الرياض من السعودية. كانت ليلة فظيعة ورائعة للحقيقة. كنت أنا والفنانة نجوى كرم وملحم زين وديانا حداد، بحييهم وبوجهلهم تحية كبيرة. فكانت ليلة فظيعة، والتجاوب الكبير اللي لاحظناه من الجمهور السعودي كان فظيع. كان كنا في عنا يعني نشاطات كانت مقررة، ولكن للأسف كلنا بنعرف أنه بسبب الجائحة اللي اجتاحت العالم اللي هي الكورونا تأجلت كل البرامج، ولكن كان من المفروض أنه كان عندي حفلات تانية بجدة وب بمناطق تانية. إن شاء الله بترجع الأمور للأيام السابقة وبنرجع من 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 نقوم بحفلات ونشاطات بالمملكة وبالمنطقة العربية إن شاء الله. هذا أكيد عشمنا إن شاء الله، ونتمنى هذا الشيء أنه ترجع الحياة لطبيعتها وتحيي حفلات رائعة أخرى. شفنا الفيديوز وتفاعل السعوديين مع حضرتك مع كل الأغاني اللي تغنيت فيها. أستاذ عاصي، أنا من عندي أقول لك ألف شكر على وجودك معنا، والمحبة متبادلة بين السعودية ولبنان. الله يخليك، الله يخليك. نحن من مرة ثانية بنحييكم ونتوجه تحية كبيرة كبيرة لكل المتابعين اليوم، ولكل اللي فرحانين، ولكل اللي عم يسمعونا بنقول لهم بنحبكم كثير، وان شاء الله بنتمنى قريبا باسرع وقت انه نرجع نتلاقى وتعود الايام الى ما كانت عليها بالسابق باذن الله. شكرا لحضرتك استاذ عاصي، وان شاء الله نسمع في عمرك. بنهايه لقائي معلش يعني دائما الاوقات بتطرق بسرعه، ولكن محيلي كمان اتوجه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باسمائيات التهنئه والتبريكات بهالمناسبه العظيمه اليوم، ولا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كمان، ولكل القيادة السعودية. شكرا لك على هالمشاعر الطيبة استاذ عاصم لوجودك معنا، تحياتي. شكرا لك، يطول عمرك. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذا مملكة الحب من الفنان عاصي الحلاني، نسمعها ونرجع نكفي ونكمل مشوارنا إلي وتامر مع أكيد جمهورنا اللي بسمعنا ومستمعينا من مصر ولبنان.